احنا طبعا يعني احنا الاول همنا مصلحه مصر، انما بالنسبه للاحزاب احزاب متعدده وكله عايز مصلحه مصر. طبعا بالنسبه للازمه حزب الوطن اللي حصلت طبعا ازمه، وفي نفس الوقت الناس شغاله، يعني ما فيش حد اهمل ولا في حد، كل واحد ماسك شغله وكل واحد ماشي. انما الازمه ازمه يعني السوق فاهمه، سوق الرئيس الضغط دلوقتي اللازم، والحمد لله عدد الميزانيه المدنيه قويه، حزب عريق طبعا، يعني حزب مستوى العالم معروف، حزب الوطن ضمن الاحزاب الكبيره الاول دي. طبعا بالنسبه ل كفايانا صحراء القياده الموجوده قياده محترمه، ما عندناش حد يتكلم فيها، وانما كل واحد عنده هدف معين، وكلهم في النهايه بعد موضوع تدخل الرئيس السيسي كل حاجه رجعت الناس فيها، يعني الناس اللي هي كبيره كبيره في السن، كبيره في التفكير فعلا، يعني مش بيشوفوا البعيد. يعني الحمد لله يعني احنا هنبدا باحسن، وان شاء الله كل حاجه تمام، وكل مصلحه مصر بيهمنا مصلحه مصر اول واحد. وحزب الوقت ده من خدم الزمن، هو بيشوف مصلحه الدوله اكثر من اي مصلحه، اكثر من مصلحته. حضرتك قيمت ازاي تدخل الرئيس السيسي لحل ازمه دي؟ حاجه معروفه طبعا، في ناس كانوا حوالي 8 او 10 اعضاء الهيئه كانوا مجمعين المدينه العربيه بتاعتهم، او المهم سياده الرئيس حل المشكله دي، انهم دول يدخلوا والحزب لازم يمشي وفي مصلحته. ما عملش كده ممكن حينهار الحزب، ولو انهار الحزب ممكن تاثر على مصر، فلازم يتدخل الرئيس حتى. هل حضرتك شايف ان هذا التدخل هينعكس على عدد الكراسي او المقاعد اللي هيحصلها حسب الوقت حزب الوقت في الانتخابات المقبله؟ واحد ياخد من عجلتي بالشكل ده نحصل الاغلبيه باذن الله ان شاء الله. وده اللي هيحصل، تدخل الرئيس ده هيبقى عبره لكل الاحزاب بين المشاكل وبين هذا، تدخل الرئيس باذن الله وحل المشاكل. ده من ضمن مسيره الاقتصاد اللي ماشي فيها الرئيس. لا علينا اللي انت لو سبب حزب ده، وسبب حزب ده، وسبب مشاكل على هنخلص فيها، انما كده الحمد لله تدخل ده وهيبقى اسوء من اي وضع ثاني. تدخل الرئيس لحل ازمه حزب الوقت يؤكد ايمانه باهميه الحياه الحزبيه في مصر. بالظبط، هو لو ساب الحزب ده منهار وساب الحزب ده منهار، ما الحياه هتنهار برضه بكل حاجه. انما الرئيس شاف انه لازم يتدخل، وفعلا تدخل وجاب نتيجه وثمره يعني كويسه. شكرا.